صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، 25 درجة مئوية كحرارة مقاسة، محسوسة أيضا 25، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، عجلون 25 إلى 15 مع طقس صافي، إربد 26 إلى 16، جرج 27 إلى 16، والمفرق 28 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 28 إلى 17، عمان 25 إلى 15، البلقاء 25 إلى 16، مادبة 26 إلى 15، والبحر الميت 32 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 14، الطفيلة 25 إلى 15، الشوبك 23 إلى 14، ومعان 30 إلى 17، أما العقبة 34 إلى 23 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 33 إلى 16، الصفاوي أتربة مثارة 34 إلى 16، ورويشه 33 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.